السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معز حسين مازال ما افتكش المكان متاعه بصفة رسمية مع الحارس متاع النادي الإفريقي، حارس عادي النادي الإفريقي صحيح، ونالك غلط هفوات قاعدة تصير. جاء اليسرى أشرف الزواغي على مستوى وسط الارتكاز فهمي المعواني، أمامهم سوف يكون شادلي الحاج محمد وكذلك توجه عطاءه. ألا ترى أنه كان من الأفضل إيجاد حل استقرار في الفترة الأخيرة؟ انتصار بطريقة الحقيقة بطريقة جيدة وبطريقة مقنعة. رجع كوسي من لاعب ارتكاز لمحور بي، كان ممكن نلقاو حل لتغيير فقط. يعطي دافع للشماخي، لكن الشماخي المشكل يكمن في ذاته. إن شاء الله المباراتين اللي قدمهم هذوما كان في مستوى. يلعب بدفاع، يقلص مساحات، وممكن اللاعب على ممكن الارتداد له. على كل قبل ان اذهب الى الزميل العزيز هيكل الصغير للتعليق على مجريات الشوط الرياضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفريقين لتحقيق المبتغى ترضي اكثر الشوابيه. بيراديس الافريقي 22 نقطه والهلال هذه الشابي ب 13 نقطه، كره اولى في المباراه خطيره للنادي الافريقي انطلاقا من الجهه اليسرى. ترجي العكاره، دخول خليل القصاب لوسط الميدان مع عوده كوسي كقلب دفاع مع الغندري واسكندر العبيدي بخطيره، كره انطلاقا من الوسط من شادلي الحاج محمد الى فادي الفالحي. فادي تسديده قويه، نعم من هذا الجانب من ذاك للهلال الرياضي الشابي في هذه المباراه. لي بلال العيفة والصابر خليفة، كرة من زهير الذوادي خطيرة، كرة مرفوعة تعود من دفاع ساتا حتى نسهل الحسابات في هذه المجموعة الثانية دون الدخول في أرقام البونيس بكرة قبل هذا لزهير الذوادي انطلاقة، يهرب زهير يوزع زهير خطيرة للنادي الإفريقي والكرة فيها ركنية. إفريقي هلال الشباء عبر شبكة قنوات الكاس الرياضية بعد كرة من زهير الذوادي ليد مقبولة والمدفوعة في مرحلة الذهاب. النادي الافريقي يحتاج لنقطة بأفضلية المواجهات المباشرة أمام مستقبل الرجيش والاتحاد الرياضي المنستيري. أديرة كورة من جانب سعد الدين حمدي، سعد إلى محمد أمين النبزي، العرضية التدخل من نادر الغندة على اللقات السابقة مع الاتحاد الرياضي المنستيري، كورة للنادي الافريقي خزي عبد الرزاق فيفيان آسي الغازي عبد الرزاق وزوير ذن التحية بقيادة جماهيرهم وبقيادة وسط الميدان وسط الملعب في هذا خطورة فيها من سعد الدين حمدي. سعد يمر، سعد يعدي، سعد عرضية والتدخل من رودريكو كوسي، ما زال الخطر موجود. مرزي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، كرة عرضية خطيرة جدا خطير. الإفريقي والهلال أول مباراة مشاهدينا الكرام في استاد رادس. هذه الكرة التوزيع من غازي عبد الرزاق بعيدة كانت عن ياسين الشماخي في الكرة رقم 32 مع أكابر نادر الإفريقي بين البطولة والكأس. كرة ملعوبة نادر الغندري، غندري لمسة بينية ممتازة في اتجاه زهير الذوادي الاسكندر العبيدي، توزيعة لكن بعيدة. حافظ على نظافة شباكه الذي وجد التوازن الدفاعي على الهجومية، ممكن أفضل بكثير من اسكندر العبيدي. قتل التاسعة، كرة ملعوبة بانتصار وتقدم مستقبل سليمان الإفريقي بهذه النتيجة حتى في معاين. ميدان النادي الافريقي، كرة لنادر الغندري، توزيعة باليسار والراسية من جانب علي. انتصارات، اربعة تعادلات، ثلاثة هزايم الى عادت من جانب روديك كوسي، تسديدة قوية رودريك مرة أخرى، الخطر مازال متواصل على دفاع النادي الافريقي من هجوم هلال الشباك، فرصة وانطلاقة بكرة من سعد الدين حمدي، سعد الدين حمدي مع محمد أمين النفزي، كرة عرضية خطيرة لهلال الشابة، كرة مازالت هناك محرز حسني، محرز المالكي ماذا يقول؟ مراد الاذلي، كرة تور جيبة 2020 أدرك فيها الهلال الرياضي الشابي الدور نصف النهائي وخسر من الترجي الذي توصي عريض على الوصيف الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 39 نقطة في المرتبة الثانية. سعوني عزوني، تمريرة ممتازة من لاري في العمق، محاولة خطيرة للنادي الافريقي. عبد السلام مكارم المهدية النجم الرياضي بن متلوي ونادي احد السعود، عادت لياسين الشماخي انطلاقه من خليل قصاب، محاوله للتسديد 2021 هدف لهدف هناك في الشبكه، كره من جانب علي العامري، علي تسديده قويه من علي، باب جديد علي العامري بعيد تقريبا عن مستوى، يبحث عن اول هدف ليه. مازي، غازي عبد الرزاق على توزيع كره طويله على ياسين الشماخي في ستة مباريات 14 نقطه
سوائر الذوادي يحاول يلعب كره في اتجاه علي العامري مع عبد السير الافريقي من مخالفه. هذه المحاوله كره ثابته خطيره على دفاع هلال الشابه ملعوبه من عزوني نادر الغندري الى رودريك كاسي يسدد رودريك كره بعيد. مباراه مع النادي الافريقي محاوله رودريك كاسي دو البنيني رودريك والمستقبل الرياضي بسليمان على المستقبل الرياضي بالجاجي الجرجي. الدقيقة الثانية والأربعون كرة من زهير اللذوادي على القيمة الثانية عبد السلام الحلاوي تتعادل وخمسة هزايم الاتحاد المنستيري قبل سبعة أهداف. كرة للنادي الإفريقي من مخالفة زهير اللذوادي كرة طويلة لكن أشرف الزواغي من هناك من الجهة اليسرى انطلاقة من جانب أشرف 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 الزواغي حي الحاج محمد في اتجاه سعد الدين حمدي توزيع نادر الغندري تعود الكرة إلى فهد الفالحي أشرف الزواغي أشرف أشرف العرضية سعد الدين حمدي مشاهدينا متابعينا الكرام هذه كرة خطيرة في اتجاه غازي عبد الرزاق غازي غازي يوزع غازي حد الآن في قلب العاصمة أمام النادي الإفريقي. إفريقي يبحث عن كرة ملعوبة أكيد لن نشاهد مباراة بنفس هذه الوتيرة وهذا الريتم. الكرة ملعوبة من جانب نادر الغندري غندري في اتجاه ياسين الشماخي شماخي كرة طويلة 20 بنقطتين الاتحاد الرياضي المنستيري في نفس المركز لكن الإفريقي بأفضلية المواجهات بين قبل سليمان الأولمبي الباجي وهلال الشابة في مرحلة تقدم تراجي جرجيس على الاتحاد المنستيري اثنين بلاش للنجم حاضر على الكرة الثابتة للنادي الإفريقي زهير اللذوادي كرة 30 هدف و45 تمريرة حاسمة 258 ماتش مع النادي الإفريقي سبع الموسم كحضور مع النسية يسدد بكيفية رائعة يتسدى مع زحسن. هذه هي الأجواء فادي 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 ممتازة التمريرة لمراد الهذلي مراد على اليسار محاولة للتوزيع كرة خطيرة على الدفاع الإفريقي والتسديدة خطيرة جمع المهاجم القادم من حتين السعودي بعد تجربة أمسية من أمسيات مباريات النادي الافريقي برعايه جمهورهم. هذه كره خطيره جول خطيره مميزه هذه الكره من اسامه بن معتاش تحسن اداء الهلال مع بيرترام مارشال بكيفيه يدي ريتم اخر. هؤلاء في رمضان في وسط اسبوع في توقيت عمل ودراسه جمهور الى علي العامري علي كره ياسين الشماخي شماخي يستعد للتسديد يسدد لكن بعيد ركز تكوين الشبان مكان علي العامري 56 دقيقة في هذا الشوط في المباراة وخروج سهير الذوادي حمدي فهمي المعواني خروج بالكرة من الشاذلي الحاج محمد شاذلي شاذلي كرة خطيرة معز حسن كان عزوني 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 ملعوبة كرة ممتازة في اتجاه اسكندر العبيدي التوزيعة والرأسية وخطيرة جول 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 حمدي العبيدي ثاني لمسة رأسية العبيدي العبيدي خطير رأسية ذهبية بكرة ويتفرج يعاين كرة في الشبكة كرة في المرمى رزق جدا على القائم البعيد للحارس عبد السلام وراسية حمدي العبيدي كرة قوية ممتازة تمريرة مزيكا 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 0 ومضة هجومية مميزة جدا لعبيد 0 الله على التمريرة المزيكا من اسكندر العبيدي والله على الراسية الذهبية لحمدي العبيدي حمدي يسجل أول هدف ويعدل النتيجة والكفة بهدفين لهدفين في شوط ثاني مع النجم الرياضي الساحلي. أيوة شماخي شماخي لاسكندر العبيدي العبيدي تمريرة أخرى عرضية تمريرات توزيعات اسكندر وسعد الدين حمدي 27-11 كرة طويلة للنادي الإفريقي عادت 63 دقيقة 1-0 لتراجي العكارة تراجي الجنوب كرة من أحمد خليل عادت خطيرة تسديدة من انطلاقة للهلال كرة ولمسة ممتازة خطيرة لهلال الشبة تسديدة قوية من فؤاد التيمومي تيمومي أخدى في هذه المباراة لعري العزوني هو من ترك مكة شيب العبيدي طويلة إلى آدم الطاوس ادم الطاوس كرة في اتجاه ياسين الشماخي شماخي مع فيفيان يحاول عودة ممتازة مراد هذلي هذلي هذلي
كرة في اتجاه زياد العونلي، عونلي ملعوبة مع فهمي المعواني، زياد العونلي، عونلي زياد، زياد زياد مطالبة بركلة ادم الطاوس، ادم 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 الطاوس، ادم يراوغ، ادم يسقط المدرب منتصر لحيشي على شباب العبيدي، عونلي عونلي في اتجاه اسامة بن معمر، اسامة 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 خطيرة جدا الهلال الشابة، كرة ملعوبة فرصة للتعادل، محاولة للهلال والتغطية أكثر من رائعة من نادر الغندري. توفيق الشريفي وعليون باي المهاجم السنغالي، عودة قوية للنادي الافريقي في المباريات الأخيرة وعودة لاقتلاع المرتبة الأولى. نعم هذا هو الشمالي، هو زياد العونلي، عونلي كرة طويلة في الاتجاه رافائيل بوريس، سهلة للحارس خليل، خليل إلى عليون، عليون ممتازة التمريرة، محاولة من ادم الطابس العرضية والكرة فيفيان هي 3 دقائق، محمد أمين النبسي، نبسي كرة ملعوبة لمسة بالكعب ممتازة، محاولة فرصة للهلال طويلة، توفيق الشريفي، كرة بالراس إلى آدم، المجموعة الأولى بعد هذه المخالفة، كرة من آدم الطاوس تعود للنادي الإفريقي مرفوعة في العبيدي، العبيدي كرة من غازي عبد الرزاق خطيرة والكرة بانتصار الترجي النادي الجرجيسي وهزيمته يغادر رابطة المحترف الأولى جمهور النادي الإفريقي. يعيني على الملكي في هذه اللحظة يعلن على نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي 1-0، رأسية حمدي العبيدي في الشوط الثاني في الدقيقة 58، النادي الإفريقي آنيا في انتظار نهاية. نعم دائما في المركز الأول، في حين هارد لاك هارد لاك للأولى لفريق هلال الشابة الذي نزل رسميا للدرجة.